قبل ما نبدأ ملخص الحلقة الـ15 من مسلسل الحشاشين، يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وبالمناسبة في الحلقات الأولى هتلاقوها في اللاين اللي فوق، بتبدأ حلقتنا الـ15 مع الإمام الغزالي اللي بيوصل لمنصور اللي بيكون من جنود حسن الصباح وبيكون مجهز في ايده سكين علشان أول ما يتأكد إن ده الهدف اللي حسن عايزه يخلص عليه يعمل كده، وفعلا بيكلمه. بس الغزالي بيكون ذكي وبيقول له إن هو عارف إن في ايده سكين، وبيعرفه إن هو شايف في عينه ان هو مفتون وانه من اتباع حسن الصباح، وبيعرفوا ان مفيش حد يملك مفتاح الجنة الا اللي خلقها، وبيقول له ان هو عارف ان زمانه عايز يخلص عليه ويقول للعالم انه خلص على الغزالي الكافر. ولما الجمع بيتملي بيخاف منصور يخلص على الغزالي، فبيقول له الغزالي انه هيستناه بعد ما الجمع اللي في الجامع يفضى، وانه بيفكروا ان هو سلم قلبه لغير الله وان ده حال اهل النار وحال عابر السبيل اللي قتل الهواه. ولما بيروح الغزالي يقيم الصلاة بيفتكر منصور ان هو فعلا قتل الهواه في طريقه للغزالي بسبب كلامه الوحش على حسن الصباح، وبيبدأ يتلخبط ومش بيبقى عارف ازاي الغزالي مش خايف من الموت ولا حتى قال للناس عليه، وبيلاحظ ان مع انه معاه الفرصة مش بيخلص عليه وبيقرر يصلي معاه. وبنرجع بالليل برزك اللي بيروح لحسن الصباح وبيقول له ان منصور ما قتلش الغزالي وبقى تابع ليه، فبيقول له حسن انه كان حاسس ان ده ممكن يحصل، بيقول له ان اللي ناقص في حلم الجنة عندهم هي الموسيقى. ولما بيقول له برزك ان الموسيقى حرام، بيقول له حسن ان في الجنة مفيش حرام وانه عايز امهر الموسيقيين علشان يضيفهم لحلم الجنة، وبالشكل ده بيخلي المقاتلين اللي يدخلوا الحلم يكونوا مهووسين بيه اكتر ويسمعوا الموسيقى كل لحظة وهم فيها في الحياة بيقوموا بمهمة. فبيوافقوا برزك وبيقولوا انه هيبحث. وبنرجع وقتها لعمر الخيام وصهبان اللي في رحلتهم ومش عارفين هيروحوا فين بعد ما يهربوا من المارو، وبنروح بالليل لحسن الصباح اللي بيقول لبرزك ان هو عايز شخص اكتر ايمانا يخلص على منصور اللي كفر بالنسبة ليه بسبب انه ما قتلش الغزالي، وبيقول ان هو مش عايز الغزالي دلوقتي يموت وان الاهم هو موت منصور لانه ممكن يحكي اسرار القلعة. ولما بيقولوا برزك ان الشباب اللي هيروحوا يخلصوا على منصور هو هيكون عارفهم، ولما يقابلهم هيعرف ان هم هيقتلوه فيبلغ الناس عليهم الاول، ولكن وقتها بيصدموا حسن الصباح وبيقولوا ان المرة ديت اللي هيقوم بالمهمة هو انت، فبيتصدم برزك وبيكون خايف لانه عارف انه هيموت. وبنرجع وقتها لمنصور اللي بيسأل الغزالي ازاي هو عارف انه عايز يقتله، فبيقول له الغزالي انه ما كانش عارف وانه شاف في عينيه شخص مفتون وشخص طيب، فكلم الطيب بقلبه وبيقول له ان هو اللي قدر ينتصر على المفتون اللي جواه. فلما بيقول له منصور على ان حسن الصباح في عينيه سحر، بيقول له الغزالي ان لو حتى شفته بيطير او بيكلم الريح فده كله وهم وهو بيعمله ليكم من شياطين. ولما بيقول له منصور ان حسن قال انه بيتوحي ليه من السماء، فبيقول له الغزالي ان الوحي انقطع بعد خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقتها فعلا بيقتنع منصور وبيقرر يعيش في خدمة الغزالي لانه اللي عقله. وبروح تاني يوم لألينار اللي بتكلم نورهان وبتقول لها انها هتبقى جزء من حلم الجنة، ولما نورهان بترفض بتقول لها ألينار انها سامحتها مرة لما حاولت تهرب، ولكن المرة دي لو رفضت فهتخلص عليها، وبتكون نورهان خايفة جدا. وقتها بنروح لحسن الصباح اللي بيودع برزك اللي هيقتل منصور، وبيقول له انه لما يرجع هيكون في مقام خليفته، وبيعرفه انه لازم يحذر من زيد بن سيحون لانه ممكن يغير منه بسبب مكانته اللي هيحصل عليها. فبينبسط برزك وبيخرج من القلعه، وبنروح وقتها لقلعه الحسين بن حسن الصباح اللي بيأذى الجنود وبيقول لهم ليه ما قطعوش الطريق على الجنود السلجوقيين زي ما امر، فبيقول له جندي من عنده ان الداعيه نورزان رفض وقال ان الامور دي تخصه هو، وبيطلع ان نورزان هو الشخص اللي ربى الحسين وهو صغير. ولما بيقول له يوطي صوته ويلتزم الادب بيكون الحسين خد غرور من مكانة أبوه وتعليمه اللي علمه ليه وهو صغير، وبيقول له إنه ابن حسن الصباح وإنهم هما اللي يلتزموا الأدب معاه. ولما بيقول له نورزان إن أبوه إداه صلاحية تأديبه وبيخلي الجنود تأيدوا، بيتعصب الحسين وبيقتل الداعية نورزان فبتأيدوا الجنود. وقتها بنشوف عمر الخيام وصهبان اللي بيوصلوا لقلعة ألموت، وبيقابل عمر حسن وبيسلموا على بعض. وساعتها بيجي زيد بن سيحون لحسن الصباح وبيقول له إن ابنه قتل الداعية نورزان، فبيتصدم حسن وبيخاف إن الناس تقلل من مكانته بسبب ابنه، فبيقول له يجيب الحسين ليه متكبل بالسلاسل زي العبيد بسرعه. وبالليل بيكون عمر وصاحبه صهبان لوحدهم، فبيقول عمر لصاحبه انه لاحظ ان حسن صاحبه بقى شايف نفسه فوق البشر، وبيكون صهبان نفسه يهرب لانه خايف من المكان. وبنروح ساعتها لحسن اللي بيحكي لمراته على اللي حصل، وبتكون هي مصدومه وبتقول له ان هو السبب، وبتقول له اوعى يعمل حاجه وحشه لابنهم، بس بيقول لها حسن انه ما يقدرش يسمح للجنود يقولوا ان هو مخبي عنده فاسد
حاسد وقاتل لانه ابنه، وبيسيبها وبيروح ليكلم ابنه، وبتكون هي حزينة جدا، وبيقابله في السجن وبيقول له انه عمل غلطة وهيتعاقب عليها. فبيقول له الحسين ازاي يتعاقب وهو ابنه، وبيعرفه انه هيعاقبه لانه اصلا من وهو صغير وهو مش عايزه. ووقتها بيكون حسن الصباح متضايق وبيقول لزيد بن سيحون انه عايز حكم الحسين يتعمل قدامه بكرة، وان ابنه الحقيقي اللي يطيع اوامره، وبيسيبه وبيمشي. فبيكون الحسين حزين جدا. وفعلا تاني يوم بيجي وقت الحكم، وساعتها بيفضل الحسين يتكلم بكل تعالي، وبنعرف ان السبب في ده هو ابوه، وبيقول انه قتل نورزان لانه من اتباعه واهانه، ولو رجع بالزمن هيعمل نفس الشيء. وبيكون حسن حزين جدا ومش قادر يتكلم، وحاسس ان هو اللي خلى ابنه يبقى بيتكلم بتعالي جدا، ويحس ان هو فوق البشر. وبيفضل القضاة يحاولوا يدوروا على مخرج للحسين، ويقولوا ان اكيد نورزان خان الدعوة، بس الحسين بيرفض انه يكذب، وبيقول ان نورزان اهانه، فهو شاف ان قتله انسب حل لانه اقل منه مكانة. وبتكون امه شايفة اللي بيحصل، وحسن بيبكي لانه شايف وحش، وبيكون مش هين عليه ابنه، ومش قادر يعفو بسبب خوفه على منصبه، وفعلا بيحكم عليه بالقتل. وبنشوف ان الشخص بيقتله قدام الناس، وبتفضل امه تبكي عليه وبتكون متضايقة من حسن. اما حسن في عينه هو كمان بيتدمع، وبيكون مش قادر يتحرك من مكانه. وبالشكل ده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة، استنونا بكرة في ملخص حلقة جديدة ان شاء الله.